Sarajevo ali Bosna. Sarajevo! أنا الحين واقف في الحد الفاصل بين المنطقة القديمة والمنطقة الحديثة. هذا الحد الفاصل. وهنا المنطقة القديمة العثمانية. موجود عندي بس والله بارد يروي. لما جيت هنا وما شربت منه ما كنت شربت. وهنا المنطقة الجديدة. حاليا في نفق الحياة. باخذ فيكم جولة الحين. هو في الأساس كان بيت لامرأة، هذه الامرأة، وطرحوا عليها فكرة البوسنيين وقت الحرب انه يعملوا نفق عندها. وافقت وعملوا النفق اللي بدخل فيها الحين.
تشوفون منه. طبعا هذه قذيفة يوم انهم حددوا مكان النفق وعرفوه قتل منها 9 أشخاص. هذه قذيفة هذه الأدوات المستخدمة لحفر النفق. وهنا هذا النفق، هذا المكان اللي دخلنا منه إلى المكان هذا. طبعا ليه اختاروا هذا المكان؟ لأن هنا بالنص قوات اليو إن اللي بتحل النزاع، ومحاصرين بالصرب اللي مهاجمين البوسنة، فهم محفروا النفق عشان يوصلون إلى القوات. هذه مثال للألغام اللي كانت مستخدمة وقت الحرب. هذه حقول الألغام. ويا هلا والله، بعد ما رجعت من السفر والله نسيت من التعب ما صورت لكم الفندق. طبعا انا ساكن في الماريوت في سراييفو، بعطيكم بس فكرة، بس ما علي، عفست الغرفة لكن ما يخالف. شوفوا هذا الفراش، وهنا طاولة، هذه الإطلالة، وهنا تلفزيون، هذا أنا. إن الله يكرمكم دورة المياه. وأحسن ما في دورة المياه فيها شطاف، تكرمون طبعا. ما عليكم من العفسة، لا تلوموني، بعد ما نمت صورت. ونقول لكم تصبحون على خير من أول ليلة في سراييفو. سلام.